صاحبة السعادة سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في بلادنا، سعادة السلك الدبلوماسي المعتمد في بلادنا، السادة الأمناء العامون للقطاعات الحكومية، أيها الجمع الكريم، أيها الجمع الكريم من ممثلي القطاعات الحكومية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، أيها السادة، أيتها السيدات، بدءاً أرحب بكم في هذا المؤتمر الذي ينظم بالشراكة بين بلادنا والولايات المتحدة الأمريكية حول موضوع شديد الأهمية لبلدينا خاصة ولبلدان العالم بشكل عام. أيها السادة والسيدات، تشكل الهجرة غير النظامية تحدياً دولياً يزداد حجمه بشكل مضطرد خلال السنوات الأخيرة، لا سيما بسبب تداعيات الأزمات الدولية الكبرى الجيوسياسية والأمنية والصحية، علاوة على الأسباب التقليدية الاقتصادية والاجتماعية. وكما تعلمون، تتحمل بلادنا عبئاً كبيراً بسبب تدفق المهاجرين إلى أراضيها، والذي تتسبب فيه في المقام الأول الوضعية الأمنية المعقدة والحساسة في المنطقة. فلم تعد موريتانيا مجرد بلد عبور للمهاجرين نحو وجهات أخرى، بل أصبحت وجهة نهائية لمئات الآلاف من المهاجرين من جنسيات مختلفة، يعيشون في المراكز الحضرية بما يمثله ذلك من عبء اقتصادي واجتماعي، كما أنها تستضيف كذلك أزيد من 150 ألفاً من اللاجئين الماليين في مخيمات برة، وتبذل جهوداً كبيرة في تأمينهم وحمايتهم وتوفير الخدمات الأساسية لهم. هو عبء كبير تتحمله موريتانيا انطلاقاً من قيم الأخوة والتضامن الإنساني، وهي تقدر هنا مساهمة الشركاء بالمساعدة متعددة الجوانب من أجل تسيير ملف الهجرة واللجوء، والشكر موصول بطبيعة الحال للولايات المتحدة الأمريكية على ما تقدمه من عون مقدر في هذا السياق. أيها السادة، أيتها السيدات، تعمل الحكومة الموريتانية منذ انتخاب فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد للشيخ الغزواني وبتوجيهات سامية وإسراف مباشر منه على تمكين الشباب وفتح الآفاق الواعدة أمامه، لا سيما من خلال التعليم والتكوين والتأهيل والتشغيل والإدماج المهني. وهكذا يتم العمل بدأب وجد لتحسين جودة التعليم وربطه باحتياجات سوق العمل وزيادة عرض التكوين المهني كماً ونوعاً في إطار مقاربة متكاملة تهدف إلى تكوين الشباب وتطوير قدراته. وهي لا تتوجه فحسب إلى الشباب ذوي المؤهلات الجامعية، بل تتوجه لمن هم أقل حظاً في التعليم بتوفير فرص التكوين المناسبة ومواكبتهم في إطلاق المشاريع وريادة الأعمال.
كما تتواصل الجهود المنسقة من أجل مكافحة ظاهرة البطالة، حيث تم توفير عشرات الآلاف من فرص العمل من خلال القطاع العام وبالتنسيق مع القطاع الخاص، علاوة على برامج التشغيل الذاتي. كما تعمل الحكومة على الدفع بالشباب نحو مزيد من الحضور والتأثير، وكذلك تعزيز الاقتصاد المحلي وزيادة الوعي بالفرص التي يقدمها وبالمقدرات الاقتصادية لبلادنا. ومع ذلك فإننا ندرك أن الحل الدائم للهجرة غير النظامية يتطلب مشاركة الجميع وتحمله للمسؤولية الجماعية الملقاة على عواتقنا جميعا. فالرد المناسب على هذا التحدي الذي تتقاسمه الحكومات يتطلب مقاربة مشتركة وجهودا منسقة. وفي هذا الإطار نثمن عاليا هذه المبادرة التي أطلقتها الولايات المتحدة الأمريكية بتنظيم هذا المؤتمر الهام بالشراكة مع الحكومة الموريتانية، في مؤشر إضافي على العلاقات المتميزة بين بلدينا الصديقين في المجالات المختلفة، وما عرفته خاصة من تطور إيجابي ملموس خلال السنوات الأخيرة التي عرفت تبادلاً للزيارات على أعلى المستويات. إننا في الختام نعول كثيراً على هذا المؤتمر بالخروج بخلاصات مهمة تساعد على تحسين الاستجابة لهذا التحدي، تلك الاستجابة التي نود أن تمكن من تجنب مخاطر الهجرة غير النظامية وتكلفتها الإنسانية والمادية، وذلك من خلال الاستثمار في توفير الفرص وخلق الأمل. أعلن على بركة الله بدء أشغال مؤتمركم هذا، وأتمنى لأعماله التوفيق والنجاح، وأشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.